شفته، لو مش عاجبك اسلوبي رجع لي دبدوبي. اه ده بجد يعني، صح ده النهارده شعار 14 فبراير، ده يتكتب يوم 14 فبراير، يرشح نفسه يوم عيد الحب يوم الفالنتاين وخلاص بالظبط. وخلاص. انما ما ينفعش انت بتمثل شعب في برلمان، يعني ايه لو مش عاجبك اسلوبي؟ لا لا ايه اكيد بيهزر صح؟ لا ده على يافطه موجوده، انا كان عندي الصور دي. لا لا دمه يعني مش خفيف فاهمه قوي. يعني ده بجد ايوه كان مكتوب ايوه بجد. واحد مرشح نفسه كاتب لو مش عاجبك اسلوبي رجع لي لا ده دبدوب. لا ده اكيد بيهزر يعني ده استخفاف اكيد طبعا بعقليه الشعب طبعا يعني والمواطن. وحته الاستخفاف دي على فكره يمكن جت في خبطيني صوره يا دكتور. برضو، اوكي انتخبوا مش عارفه الاسم طبعا مش هقول اسماء، من شهداء الثوره. يا حول الله يا رب. بصي دي انا كمان عايزه، دي كمان يعني ايه من لفت نظري. شهداء الثوره؟ يعني انت واحنا بنتكلم عن انه الردود اللي الناس كانت بتقولها لك على الفيسبوك انه هم عايزين مواصفات او المعايير اللي تكون في المرشح بتاعهم، جيتي عند كلمه الشباب وقلت لي عايزين نبقى نتكلم عنها ليه؟ الشباب، بصي اهو يمكن من زي ما شهداء انا لا الثوره، من ماهر شهداء احمد السويس يوسف. كمان. فدي شهداء، يعني اللي هو يعني انت بتستخف بعقليه الشعب. تتلاعب كمان بعواطفهم يعني. حته الشباب دي انه طبعا الشباب مطلوب. ستة ما يستاهلوش صوتك. دي بقى لو قريناها يمكن الفلول، اي حد خان البلد، والمتطرف الديني اللي بيتكلم باسم الله ويدعي كلامه، المتطرف العلماني. العلماني. يمكن لو بصينا على الست نقط المتطرف والمتطرف الاقتصادي. الاقتصادي والراشي والعنصري، ده احنا هنلاقي هنشوف نفسنا مش حاجات غريبة هننتخب حد. الفترة الجاية. لا كده مش هننتخب حد كده مش فعلا. هننتخب حد خالص، لان احنا لو مسكنا كل نقطة هنلاقي ممكن يبقى في ناس من الفلول بس كويسين، ومش هننتخبهم عشان ولكل فلول. قاعدة ممكن حاجة تيجي معلش تتصرف. احنا بنتكلم جنرال بقى، ما في ناس كويسة جدا كانت مثلا بتخدم من قلبها، طب هنعمل ايه؟ طب المتطرف الديني دي، ما هي دي مسألة نسبية، ممكن يبقى واحد شايفه متطرف ديني والتاني شايفه متدين. المتطرف الليبرالي او العلماني، طب ما هو طبيعي ان احنا بنتكلم في برضو حاجات معينة واسس معينة. فاحنا هنبص على الحاجات. الراشي مثلا انا شايفة ان اللي بيوزع لحمة بيقعد يقول لك ما تخليهوش يبيع صوتك، ما تخليهوش مش عارفه ايه، ما تبيعش صوتك بحته لحمه. يعني في يمكن من ضمن الشعارات لما تاخد ازازه زيت، خلاص احنا اتغيرنا بعد الثوره، اتاكد من تاريخ الصلاحيه. خدوها تريقه، مش اتاكد، انت ما تبيعش صوتك لان ده حق. بس فهي دي الايشو، ان احنا ممكن يكون واحد شايف انه بدل ما يعمل يوفط قماش، طب ما يجيب لحمه ويوزعها، ليه لا؟ ده مش راشي يا جماعه، ده ممكن يبقى يعني نوع من انواع الدعايه الانتخابيه نوع من يعني. انواع الدعايه، لان الدعايه دي يعني مجال كبير جدا. هي بس عشان ليها هيستوري عندنا كده حته في تاريخ. الشباب عشان ما انساش، الشباب دي فيها سلاح ذو حدين. الشاب ده من سن كام سنه؟ يعني احنا مش عارفه، انا سن 25 ترشيح مثلا من نقول. 25، بس 25 ده خبرته ايه مع الناس؟ طبعا الشباب مطلوبين، بس الشباب اللي هم الشباب الايه اللي فوق ال 30 بقى وحاجه، وعندهم خبره سياسيه، او يمكن دلوقتي الشباب فعلا بعد الثوره اتغير تماما. لا بس ممكن طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان دور الخبره ليه دور يعني. احنا كشباب اكيد محتاجين القياده والحكمه يعني، ده مع ده عشان اكيد لازم يكون لينا دور. اصلا مش معقوله طول عمرنا نفضل مستنيين اصل ما تكبروا شويه اصل تمام. مش عارف. لا انا دخلونا يمكن المطبخ لاحظتها السياسي حته الشباب دي عايزينهم كتير قوي، لان هم اللي هيتواصلوا اكتر، لان هو ده بالظبط يعني. بس احنا الترند. عايزين نبقى تحت قياده، بس قياده حكيمه وقياده فعلا تكون بتوجهنا صح. في نقطه مهمه جدا برضو يمكن يعني بحذر منها الناس لما يجوا ينتخبوا ويحضروا مؤتمرات، ان من اتفضل. ضمن الكذب انك بتسقط اللي على قدامك. يعني انا ما ينفعش ان انا اقعد اشتم في حزب او في عشان انجح. في بالظبط، ده قمه اللامصداقيه. بس this is politics all over the world. لا بس ما تبقاش واضحه كده، لان احنا يعني انت هنشوف مش حروب قادر، رهيبه يعني. انت مش قادر تعلي نفسك، ما توطيش الاخرين. انا فعلا بس هي بتهيالي دي السياسه غالبا ولعبتها شويه طب بصي جديد علينا. يمكن يا دينا سريعا، في واحد كان كاتب دي نازله على الفيسبوك باسم مرشح، بس انا اشك انها فبركه، لان لا يمكن مرشح يكتب على نفسه كده ويفتكر انه هيكسب. بيقول انا اللي قلت للديمقراطيه حرام، انا اللي كفرت الخروج عن الحاكم، انا اللي خونت شباب الثوره، انا اللي بحتقر الحضاره الفرعونيه، انتخبني عشان تخش الجنه. اكيد احد الاعداء على عامل فكره. له انا فبركه، متخيله الفتره الجايه هنشوف وهنسمع حاجات فبركات كتيره جدا كتير قوي. فتاوي يعني الله يكون في عوننا بجد الفتره الجايه. ربنا فتره يهدينا صعبه فتره للقرار صعبه. الصح والاختيار الصح يا رب ان شاء الله. استاذه رغداء بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. لازم يكون ميرسي. لينا كمان اعداد ان تانية الله كتير عشان نفهم اكتر. مظبوط يا دينا؟ مظبوط. يعني نطلع فاصل ونكمل معاك وباقي فقرات نهارك سعيد. ترجمة